السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ المؤمن کا تیسرا اور چوتھا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ یہ تیسرا رکوع ہو گیا آج کا ایک رکوع، اور اس سورت کا تیسرا رکوع۔ آگے دیکھیے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا۔ آگے دیکھیے۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب دال پہ حمزہ لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کو کیا پڑھا جھٹکے کے ساتھ۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ہو گیا چوتھا رکو, دو آیتیں ہم نے زیادہ پڑھ لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.